صباح الخير طلاب، إن شاء الله تكونون بخير. اليوم موضوعنا جمع الكسور الاعتيادية. احنا تعرفنا سابقا انه الكسر يتكون من بسط ومقام، مثل عدي 4 على 5، 4 هي البسط و5 هي المقام. جمع الكسور الاعتيادية هناك حالتين: اولا عدي إذا كانت الكسور ذات مقامات متشابهة، يعني المقام يكون متشابه، فعندها أجمع بسطي الكسرين فقط. ثانيا إذا كانت الكسور ذات مقامات مختلفة، إذا كانت عدي الكسور ذات مقامات مختلفة فيجب توحيد المقامات، أوحد المقامات، هذا المقام يعني أوحده، يعني أساوي ثم أجمع البسط. وصلنا إلى فقرة أتأكد. عدي هنا فقرة أتأكد صفحة 126 نقطة رقم 1. أجمع الكسور، عدي هذا الكسر 3 على 10 زائد الكسر 1 على 10. هنا شلون راح أجمع ذني الكسرين؟ أول ما أجمع الكسور أباوع على المقامات. المقامات دا ألاحظ شبين هنا مشابهات، هذا 10 وهذا 10، فأخلي خط كسر وأكتب 10، أخذ واحد من المقامات وأعتبر المقامات مثل الأصدقاء، ما يصير أفرقهم، يعني أخليهم بنفس الشعبة أو بنفس المدرسة، ما يصير أفرقهم، ما يصير أخلي كل مقام بكسر، لا أنا أريد أجمعهم لأن هم أصدقاء، أنا أريد أجمعهم. وراها أجمع البسوط، أقول 3 زائد 1 شقد؟ 4. نقطة رقم 2 تكملة فقرة أتأكد. عندي هذا الكسر 2 على 9 زائد 1 على 3، أريد أجمع ذني الكسرين. زين، دا لاحظ ذني الكسرين شبيهن، كنا أنا من أريد أجمع أباوع على شنو؟ على المقامات، هذا المقام 9 وهذا المقام 3. زين شبيهن ذني، يعني مختلفات. زين أنا شلون أريد أجمعهم وهم مختلفات؟ ما يصير أنا أجمع وكأنه مثل الصديقين، شلون هم مختلفين وأنا أريد أجمعهم بنفس الصف؟ ما يصير. فأول خطوة أنزل الكسر المقام أكبر، نزلته 2 على 9، تنزل إشارة الجمع. زين أني هنا هاي 3 أضربها في شكد على مود توصل للتسعة أو تصير نفس التسعة؟ 3 في شكد، فأروح على جدول ضرب 3، 3 في 1 3، 3 في 2 6، و 3 في 3 شكد؟ 9. إذا ضربتها في 3، زين يصير بس أضرب المقام وحده؟ ما يصير، لازم أضرب المقام والبسط أيضا بنفس الرقم. هسه أضرب 1 في 3 شقد؟ 3، 3 في 3 شقد؟ 9. هسه صاروا الأصدقاء مشابهين، فهسه أجمعهم بنفس الشعبة. جمعتهم بنفس الشعبة، خليت 9 واحد من المقامات. وراها شو أسوي؟ أجمع البسوط، 2 زائد 3 شقد؟ 5. صار الكسر 5 على 9. نقطة رقم 3 فقرة أتأكد. عدي ذني الكسرين 5 على 16، أريد أجمعه ويا الكسر 2 على 16. زين ذني شلون راح أجمع حل الكسرين؟ كنا من أباوع جمع الكسور أول شيء أباوع على المقامات، على الأصدقاء، ذول شبيهم الأصدقاء؟ مشابهين، إذا مشابهين شو أسوي؟ أخليهم بنفس الصف، يعني اثنيناتهم أخليهم بنفس خط الكسر، خط الكسر وكأنه مثل الصف، أخليهم بنفس الصف، خليتهم بنفس الصف اثنيناتهم. زين من خليتهم بنفس الصف لازم شنو؟ أجمع شكوشي وياهم، اللي هي الأرقام، اللي هي البسوط، راح أجمعهن 5
زائد 2 إيش قد؟ 7. هسه صار عندي الناتج 7/16. فقرة أتأكد نقطة رقم 4، عندي هذا الكسر 3/4 زائد 2/8، هذني الكسرين. شلون أجمعهن؟ أول ما باوع بجمع الكسور أباوع عليه المقامات، ذن شبين المقامات مختلفة، الأصدقاء مختلفين. زين هنا إيش راح أسوي؟ أنزل واحد من الكسور، زين يا هو أنزله أشوف يا هو المقام الأكبر، يا هو الأكبر الأربعة لو الثمانية، الأكبر هي الثمانية، إذن أنزل هذا الكسر 2/8، شارت الجمع تنزل نفس ما هي. هسه أقول هاي الأربعة أضربها فيش قد على مود تصير 8، هاي الأربعة أضربها فيش قد على مود تصير 8، أروح على جدول الأربعة، 4 في 1 4، 4 في 2 8. زين يصير أضرب بس المقام؟ لا، لازم أضرب البسط هم نفس الرقم. صار هسه عدي ضربت بسط ومقام بنفس الرقم. هسه عدي هنا 3 في 2 شقد؟ 6، و4 في 2 شقد؟ 8، ويساوي 6. ذولا هسه صاروا أصدقاء مشابهين، شو أسوي؟ أخليهم بنفس الصف. خليتهم بنفس الصف، أي بنفس خط الكسر. زين زين، من أصدقاء مشابهين وخليتهم بنفس خط الكسر، شو أسوي وراء؟ أجمع شكو وياهم، هي أجمع هسه البسوط. هسه أقول 6 زائد 2 جهد 8. هسه عدي هنا نقطة رقم 5، فقرة أتأكد صفحة 126. النقطة رقم 5 اللي هي 1/2 زائد الكسر 1/6، عدي ذني الكسور. الكسر 1/2 زائد 1/6، ش ألاحظ أول شي قلنا على شنو نباوع؟ على المقامات، ذني اللي جوه على المقامات. زين هنا ش بين المقامات؟ عدي مختلفات، هنا هذا المقام 2 وهنا هذا المقام 6. زين أنا شلون أجمع هذا الكسر مقام 2 ويا هذا الكسر مقام 6؟ لازم شو أسوي؟ أوحد المقامات، يعني أساويهن أجعلهن مشابهات ومساويات. زين شلون أساويهن؟ أول شي قلنا آخذ الكسر اللي يكون مقامه أكبر. زين يا هو الأكبر عدي 2 لو 6، عدي 6 أنزله 1/6، إشارة الجمع شو أسوي لها؟ تنزل نفس ما هي. زين هسه عدي هذا الكسر، على مود أقول أوصل هذا الكسر والمقام يشبه هذا المقام، لازم أضربه في رقم. زين 2 أضربها في يا رقم تطلع لي 6، على مود يشبه هذا أقول 2 في 3. زين أنا من ضربت المقام في 3 لازم شو أسويهم؟ أضرب البسط بنفس الرقم هم في 3. هسه شو أسوي؟ أضرب 1 في 3 شقد؟ 3، و2 في 3 شقد؟ 6. هسه صارت عدي الكسور ذات مقامات متشابهة، أنزل واحد من المقامات اللي هو 6، وراها أقول 3 زائد 1 شقد؟ 4، وهاي ينتهي الحل. نقطة رقم 6، 7/15 زائد الكسر 1/5، ذني كسور مختلفة، شلون راح أجمعهن؟ أشوف ذني الكسور شبيهن، ألاحظ مقاماتهن مختلفة. إذا مقاماتهن مختلفة ش أسوي؟ أنزل واحد من الكسور. زين يا هم أنزل هذا الكسر لو هذا الكسر، أشوف الكسر المقامة اللي يكون أكبر، يعني يا هو الأكبر لو 15 لو 5،
طبعاً الخمستعش، أخلي هنا خمستعش وهنا سبعة. نزلت هذا الكسر، سبعة لخمستعش، زين. شارة الجمع شبيها تنزل نفس ما هي. هسه هذا الرقم خمسة أضربه في جد على مود يصير خمستعش، أروح وأتذكر جدول الخمسة، أقول خمسة في واحد شقد؟ خمسة، وخمسة في اثنين شقد؟ عشرة، وخمسة في ثلاثة خمستعش، إذن أضربها في ثلاثة. زين يصير أضرب بس المقام، لازم شو أسوي؟ أضرب البسط هم نفس الشي، ضربت البسط هم نفس الرقم في ثلاثة. هسه واحد في ثلاثة شقد؟ ثلاثة، وخمسة في ثلاثة شقد؟ خمستعش. هسه الأصدقاء الشابهوا أقدر أخليهم بنفس الصف وبنفس خط الكسر. خمستعش أخذ واحد من عنده، وراش أجمع، أجمع شكو أي شيء أو أي رقم ويا الأصدقاء اللي هو هنا، سبعة زائد ثلاثة شقد؟ عشرة. صار الكسر عشرة على خمستعش. وصلنا إلى نقطة رقم سبعة، تكملة فقرة أتأكد. عدي هذا الكسر، سبعة على عشرين زائد اثنين على خمسة. ذن الكسور ذات مقامات مختلفة، الأصدقاء مختلفين، ذن شو أسوي؟ هاي النقطة واجب بيتي. نقطة رقم ثمانية، عدي هذا الكسر، واحد على ثلاثة زائد الكسر خمسة على اثناش. ذني هم نفس الشيء، الأصدقاء مختلفين وأنا أريد أجمعهم بنفس الصف وبنفس المدرسة، إذن شو أسوي؟ هاي أيضا طلاب عليكم واجب بيتي، هاي يعني أتمنى من عندكم أنه تحلوهن حسب الشرح، تقرون زين وهاي وتحلوهن وتكتبون بالدفتر وتصورون الحل، لأن هذا علي درجات، وأتمنى لكم كل التوفيق. نقطة رقم تسعة، تكملة فقرة أتأكد. زرع محمود ثلاثة على عشرة من حديقته المنزلية بالزهور، وواحد على خمسة من الحديقة بأشجار الزينة. ما الكسر الذي يمثل ما زرعه محمود من الزهور والأشجار في حديقته؟ عندي هاي نفرض إنها حديقة محمود، بيها شنو؟ زرع محمود ثلاثة على عشرة من حديقته المنزلية بالزهور، وواحد على خمسة من أشجار الزينة. يريد ماء الكسر الذي يمثل ما زرعه محمود من الأشجار والزهور، يعني من ذني اثنينات، من الأشجار والزهور. زين من أي كل من الأشجار والزهور؟ يعني لا قال زهور وحدهن ولا قال أشجار وحدهن، يعني اثنيناتهن أجمعهن، اثنيناتهن أجمعهن. زين هسه من أجمعهن اثنيناتهن شو أقول؟ أجمعهن اثنيناتهن أقول ثلاثة على عشرة، ها من شنو؟ من الزهور، زائد واحد على خمسة، هاش تمثل؟ تمثل الأشجار. هسه هنا ذن شبيهن الكسور، مقاماتهن شبيهة مختلفة، إذا مقامات مختلفة شو أسوي؟ أوحد مقامات. زين شلون أوحد مقامات؟ لازم أنزل الكسر ليكون مقامه أكبر، يا هو الأكبر العشرة لو الخمسة، العشرة هي الأكبر، إذن أنزلها ثلاثة على عشرة زائد، أقول هذا الكسر كله على مود أسوي مقامه نفس العشرة، أضربه في جد، أضربه حسب جدول الضرب، أقول جدول ضرب الخمسة، خمسة في واحد خمسة، وخمسة في اثنين عشرة، إذن أضربه في اثنين. بس أضرب المقام؟ لا، لازم أضرب مقام والبسط أيضا هم في اثنين. هسه أقول واحد في اثنين شقد؟ اثنين، وخمسة في اثنين شقد؟ عشرة، ويساوي. هسه هنا صار المقامات متشابهة، أنزل واحد من المقامات وأجمع البسوط، ثلاثة زائد اثنين شقد؟ خمسة، إذن صار خمسة على عشرة ما زرعه محمود من حديقته من الزهور والأشجار.